في الاقتصاد، حيث سيطر التذبذب على أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات ختام جلسات هذا الأسبوع، وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين والأجانب في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات من قبل العرب. وفي أول 30 دقيقة من الجلسة، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيس بنسبة بلغت 0.11%. استقر مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد زاد مؤشر اي جي اكس 100 أوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.9%. ومعنا مباشرة من داخل مقر البورصة المصرية مينا بشرى. مينا، أهلا بك، وكيف تبدو التفاصيل والاتجاه العام إلى مؤشر البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير حساني. بالنسبة للأداء العام لمؤشرات البورصة المصرية خلال آخر تعاملات هذا الأسبوع، فالتراجع شبه الجماعي هو الأداء المسيطر على تعاملات البورصة المصرية بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات، حيث لم يستقر داخل المنطقة الخضراء سوى المؤشر الأوسع نطاقا، مؤشر اي جي اكس 100 وحيدا وبنسبة صعود محدودة للغاية. إذا تحدثنا عن المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30، فقد تراجع مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء منذ مستهل التعاملات وحتى هذه اللحظة نتيجة للضغوط البيعية من قبل المستثمرين المصريين والأفراد، ليتراجع المؤشر بمقدار 0.32% ومسجلا 13,022 نقطة حتى هذه اللحظة. المؤشر السبعيني ونتيجة أيضا للضغوط البيعية من قبل صغار المتعاملين تراجع بمقدار 0.07% ومسجلا 593 نقطة بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات. غير ذلك، المؤشر الأوسع نطاقا استقر وحيدا داخل المنطقة الخضراء بنسبة صعود محدودة للغاية بلغت نحو 0.01% ومسجلا 1385 نقطة. أخيرا، بالنسبة لأنشط القطاعات خلال الساعة ونصف ساعة الأولى من بدء التعاملات، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزت 43 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 13 مليون سهما، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيم تداول تجاوزت 42 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 15 مليون سهما. إذن أشكرك مينا بشرى، كنت معنا من داخل مقر البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات هذا الأسبوع. أشكرك شكرا جزيلا.